وتذبذب في أسعار الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم نشرتي الاقتصادية، ونبدأها بأسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي. واليوم نلاحظ تذبذب في أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي. الدولار يعني ينخفض بمقدار قليل جدا إلى 6 دينار و670 درهم، بعد أن كان ب6 دينار و675 درهم، إلى اليورو والذي ما يزال يشهد ثبات منذ يوم أمس ب7 دينار و740 درهما. الجنيه الاسترليني ينخفض من 8 دينار و650 درهما إلى 8 دينار و620 درهما. الدينار التونسي ينخفض بمعدل 50 درهما فقط ليكون سعره 2600 درهم. إلى أسعار الذهب والمعادن الثمينة والتي تشهد انخفاض بمعدل ما بين 6 دينار إلى 7 دينار، فالذهب عيار 24 ينخفض بمعدل 7 دينار ليكون سعره 254 دينار، أما الذهب عيار 21 فينخفض بمعدل 6 دينار ليكون سعره 217 دينار، الذهب عيار 18 ينخفض من 196 دينار إلى 190 دينار، في حين سعر الفضة ينخفض فقط بمقدار 50 درهما ليكون سعره 2750 درهم. إلى أسعار المواد الغذائية والتي تشهد استقرار منذ أكثر من 10 أيام باستثناء الزيت الذي انخفض في اليومين الماضيين. سعر الكسكسي ب3 دينار وربع، المكرونة ب1.75 دينار لنصف الكيلو، الأرز ب3.5 دينار، زيت الذرة ب6.25 دينار، وقد كان قبل 4 أيام ب7.5 دينار، إذن فهو انخفض بمعدل 1.25 دينار في اليومين الماضيين. إلى أسعار اللحوم مشاهدينا الكرام، ونلاحظ هنا يعني الارتفاع والهبوط والثبات في أنواع اللحوم. لحم الخروف يرتفع بمعدل 1 دينار ليكون سعره 39 دينار، فيما ينخفض لحم البقر إلى 26 دينار بعد أن كان ب27 دينار. لحم الإبل يبقى كما هو ب28 دينار. لحم الدجاج ينخفض بمعدل 0.5 دينار ليكون سعره هذه الليلة ب8 دينار إلى ربع. إلى أسعار الخضروات مشاهدينا الكرام، ونلاحظ هنا الدائرة الرمادية والسهم الأحمر والسهم الأخضر. السهم الأخضر في البصل إذن فهو يرتفع بمقدار 0.25 دينار ليكون سعره 1.25 دينار. السهم الأحمر في البطاطا ينخفض بمقدار 0.25 دينار ليكون سعره 1.25 دينار. والآخر الطماطم دائرة رمادية تدل على استقرار سعر ب2 دينار. الخيار يرتفع من 2 دينار إلى 3 دينار، يرتفع من 2.5 دينار إلى 3 دينار. إذن مشاهدين الكرام، بهذا نختتم وإياكم الجولة الاقتصادية.